بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: النسبة بين الكفر والنفاق، إذا ذكر الكفر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله بذلك في كتابه. ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين، وقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى قوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مأواكم النار خالدين فيها هي مولاكم وبئس المصير، وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في 2، وقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط، قد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، والأول كقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، وليس أحد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الذين أوتوا الكتاب والأميين، وكل أمة لم تكن من أهل الكتاب فهم من الأميين كالأميين من العرب ومن الخزر والسقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل، يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفارا، وقد جعلهم من الذين أوتوا الكتاب بقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات، ودل ذلك على أن قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب يتناول هؤلاء كلهم،
كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته. لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب. وآخر الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول جمهور الصحابة. وقوله في الرواية الثانية لا تباح متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن لأجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه، ولكن بعض الناس ظن أن ذلك لأجل النسب، كما نقل عن عطاء وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وفرعوا على ذلك فروعا، كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في كتب طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلا هذا القول، وهو خطأ على مذهبه مخالف لنصوصه، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة. ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهل يتناول أهل الكتاب، فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، والذين قالوا بأنها تعم، منهم من قال بأنها محكمة كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات، ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام، ومنهم من يقول نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات، قد أنزل الله في صلح الحديبية في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا يقال إيمانهن، وهذا يقال إنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرا، ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.